للأسف الشديد الآن بعض الناس يخطئ عليه شخص قريب أو بعيد خطأ، ويبقى يجعل هذا الخطأ شماعة يعلق عليها كل موقف طوال حياته. نسأل الله العافية والسلام. والعرب تقول الكريم ما يستقصي، والتغافل هو العافية. قال بعض العلماء العافية 9 أعشارها التغافل. قال الإمام أحمد التغافل هو العافية، التغافل وليس التغابي الغفلة، لا، التغافل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة التحريم قال جل وعلا: عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا هو أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك التغافل يا إخواني، التغافل وعدم جرح المشاعر هذا من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء. وما ينبغي للإنسان أن يقف عند كل نقطة من النقاط أو يجعلها يعني شماعة، يعني تمر سنوات أي موقف قال تتذكر. يوسف ما قال تذكرون لما ألقيتوني في الجب، قال لا، من بعدي ذكر خروجا من السجن. لذلك الأدب الإسلامي، الأدب النبوي، أن الإنسان يتغافل. التغافل هو التجاهل، يعني ما تذكر كل شيء. عرف بعضه وأعرض عن بعض، وليس الغفلة، لا، التغافل يعني أتجاهل هذه الأشياء التي أصلا ما تؤثر في سير حياتي وفي سير قضيتي.